السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة قسم اللغة الإنجليزية. بالكورس الثاني إن شاء الله راح ناخذ مسرحية Twelfth Night للكاتب ويليام شكسبير. أوكي، أي راح ناخذها طبعا ملزمة أستاذ مهند. المسرحية اسمها Twelfth Night أو What You Will. أوكي، اسم لها اسمان Twelfth Night or What You Will للكاتب ويليام شكسبير. طبعا نوع المسرحية هي مسرحية كوميدية. أوكي، الوقت غير معروف، أما بالنسبة للمكان في الليريا اللي هو مكان حقيقي موجود في ألبانيا. أوكي، طبعا هذا بس مجرد تعرفون فكرة المسرحية شنو، لكن قبل ما أبدي أشرح عن هذول الشخصيات روح أشوف الفيلم موجود سينمانا أو موجود برنامج فودو. شوف الفيلم بالأول راح تعرفون الأحداث كلش زين. أوكي، طيب عندنا شخصيات عديدة، لكن من هذول أهم شخصيات الموجودة هذه شخصيات. أوكي، هذه أوليفيا، أوليفيا هذا سباستيان، هاي هي أوفيلا، وهذا اللي هو الدوق أورسينو. أوكي، طيب نجي الحدث اللي صار، إنه لما كان الأخوة هذول توام، طبعا أخوة توام كانوا في السفينة وكانوا يحتفلون وجود الأغاني والرقص وغيرها، فجأة السفينة تحطمت وغرقوا جميعا. هي استطاعت النجاة مع قبطان السفينة وبعض العمال. أوكي، بعدها قررت أنه تتنكر. أوكي، تتنكر أو تسوي تمويه كأنما تشبه أخوها. التنكر هو أهم شيء موجود في هذه المسرحية اللي هو disguises، التنكر أو التمويه. قصة شعرها نفس قصة شعر أخوها، أيضا خلت شوارب لها، لبست نفس الثياب مال أخوها اللي هو سباستيان، بعدها عملت كخادم للدوق أورسينو. أوكي، الدوق أورسينو كان يحب أوليفيا. لاحظوا هذا الدوق يحب أوليفيا. أوليفيا توفى أخوها، بعد ما توفى أخوها قررت إنه ما تحب أي شخص أو ما تقابل أو تشوف أي شخص لمدة 7 سنوات. أوكي، لمدة 7 سنوات حزنا وحبا لأخيها. أوكي، لكن الدوق أورسينو كان يحبها حبا شديدا، كان دائما يتكلم عنها لما يكون موجود يعني لوحده. أوكي، بعث الخادم مالته اللي هو سيزاريو. هذا قام مصدر شخصية سيزاريو. أوكي، سيزاريو هي نفس البنت، لكن قصة شعرها نفس قصة شعر أخوها، لبست نفس الملابس وسمت نفسها سيزاريو. أوكي، الدوق بعث سيزاريو أو بالأصل هي أوفيلا إلى بيت هذه الفتاة اللي فتاة اسمها أوليفيا، فتاة ثرية جميلة. أوكي، حتى تكلم عن حبه وأنه يريد يطلب الزواج منها، لكنها رفضت. أوليفيا تقع في حب سيزاريو. سيزاريو هي أصلا فتاة، شوف هذه ما حبت الدوق أورسينو، لكن حبت الخادم مات اللي هو سيزاريو. خادم مات سيزاريو حبته. الخادم سيزاريو هو بالأصل بنت اللي هو أوفيلا، حبت هذا الشخص، حبت الدوق أورسينو. لاحظوا شوف الشخصيات بدأت، راح شخص يحب شخص. أوكي، هذه حبت هذه. بعد أحداث صارت بالنهاية ظهر أخوها اللي هو التوأمة من يعني غرق، كان موجود في مكان آخر. لما نجي للبيت تزوج ويا هذه، بعدين كشفت الحقيقة وطلعت إنه هذه بنت عرفت هذا أخوه عن طريق يعني قاموا بدأوا يتحدثوا مع بعض وقال لها إنه غرقت السفينة، وهي أيضا قالت له. بعدها عرف إنه هاي أخته، ف أخوها سباستيان تزوج من أوليفيا وهي تزوجت من الدوق أورسينو، لأنها أيضا كانت تحبه حبا شديدا. طبعا هذا مجرد شرح بسيط للشخصيات المسرحية، أكو خدم عندنا وأكو عدة شخصيات أخرى، لكن هذه الأهم. أوكي، مجرد شرح عام أنا حتى تعرفون فكرة المسرحية. شوفوا الفيلم فودو إضافة، بعدها راح نشرح إن شاء الله الشخصيات بشكل أوسع، وأيضا الثيم والسيمبلز وسامري للمسرحية، مسرحية 12 نايت للكاتب ويليام شكسبير. تلقون الملازم أيضا في صندوق الوصف، في يعني موجود رابط قناة تليجرام، انضموا عليها إن شاء الله تستفيدوا منها. في أمان الله.